ابروفا 160 مره اكشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عبد محمد في فيديو جديد. طبعا قبل ما اتكلم في فيديو، قبل ما اتكلم في اي حاجه، حابب اشكر الناس اللي بتدعمنا، الناس بتاعت اللايكات، الناس بتاعت الاشتراكات دي، انا بشكركم جدا وبحبكم جدا والله العظيم. انتوا دايما بتفتحوا نفسي على الشغل وبتفتحوا نفسي على القناه. تمام. اما بالنسبه بقى لشرح اليوم، هو ازاي هنعمل اعلانا ترويجيا مدفوعا على اليوتيوب. انتوا طبعا في ناس كتير جدا بتتفرج على فيديوهات وبتلاقي كلمه من تحت اسمها يتضمن هذا الفيديو اعلانا ترويجيا مدفوعا. النهارده ان شاء الله هعلمكم ازاي تعملوا الموضوع ده. تمام. ميتين ام الدبان. المهم هعلمكم ازاي تعملوا الموضوع ده بدون اي فلوس. تمام. يلا نبدا في الشرح. ازيكم يا جماعه، ورجعنا لكم بعد الفاصل للشرح بتاعنا اللي هو مش فاكر ايه اصلا. افتكرت. ازاي نعمل اعلان ترويجي مدفوع؟ اول حاجه نبدا معكم خطوه خطوه. نخش على هي فين اهي تسجيل الدخول لليوتيوب. تمام يا جماعه، وهندوس على كلمه تسجيل الدخول لليوتيوب. تمام. هنستنى لما يحمل، هيوجهنا على اليوتيوب ويرجع للمتصفح مره تانية. تمام. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ادالي النظرات، بس يلا هيروح من ربنا فين. المهم هنخش على شايفين الصوره دي بتاعت الاكونت بتاعي. معلش يا جماعه هوقف الفيديو، عشان الكلب. والحمد لله قدرت امشي الكلب بنجاح. المهم هندوس على الصوره دي. تمام. وهندوس على كلمه استديو منشئي المحتوى. تمام يا جماعه، هيوجهنا مباشره للقائمه دي لو فتح من الموبايل، انما لو فتح من الكمبيوتر هيوجهك على طول على استديو منشئي المحتوى. فانت هتدوس على الزر ده او السهم الاحمر ده. تمام. هتلاقي كلمه العرض باصدار سطح المكتب، هندوس عليها. تمام. هنستنى لما يحمل ويوجهنا للفيديوهات بتاعتنا. تمام يا جماعة، اهي الفيديوهات. هنختار مثلا فيديو احنا ما كناش عملنا عليه عملية اعلان ترويجي مدفوعا. انهي فيديو عبدو. يعني فيديو عبدو، هنختار فيديو من الفيديوهات القديمة، لان تقريبا الفيديوهات الجديدة كلها انا عامل عليها عرض اعلانا ترويجيا مدفوعا مجانا. معلش يا جماعة وقفت الفيديو علشان الموبايل كان مهنج شوية. المهم هنختار مثلا تشغيل الانترنت المجاني على اتصالات مصر. تقريبا ده انا ما عملتش عليه الخاصية دي. تمام يا جماعة، هيودينا للقائمة دي احنا مش عايزينها. هنخش على كلمة الاعدادات المتقدمة. تمام. وبعد ما نخش على الاعدادات المتقدمة نتأكد ان التعليقات على علامة صح، ويمكن للمستخدمين مشاهدة وتقييمات على الفيديو على علامة صح، والسماح بإعادة تشغيل المحادثة على علامة الصح. تمام. والسماح بالتضامن. وبالنسبة لتقييد خيارات العمر دي، لو معاك فيديو يعني فوق الـ18، اذا كان معلومة، اذا كان اي حاجة، فانت هتفعلها. لو مش فوق الـ18 مش هتفعلها. هتختار هنا مثلا الفئة هنا في الفيديو ده تعليم، هنختار تعليم. تمام. ولغة الفيديو هنا العربية هنسيبها زي ما هي. تمام. وهنعلم على السماح للمشاهدين، وهنعلم على اظهار احصائيات الفيديو، وهننزل نعلم على يتضمن هذا الفيديو اعلانا ترويجيا مدفوعا، وهننزل نعلم على اود الحصول. بس يا جماعة من الواضح كده ان انا عملت للفيديو ده نفس الخيارات دي، فانا هجيب فيديو غيره. يا جماعة جبت فيديو تاني مش عامل عليه الخاصية دي. هنعلم على المربعات دي. تمام.
وهننزل بعد ما احنا اخترنا الخيارات اللي احنا قلنا عليها كلها، ندوس على حفظ التغييرات. تمام، بعد ما يجيب لك تم حفظ التغييرات نروح نجرب على اليوتيوب نشوف الفيديو هيظهر عليه ولا لا. نكتب هنا منوعات عبده نشوف الفيديو. تمام، هو تقريبا اسم الفيديو كان نت مجاني، نت مجاني اهو. تمام يا جماعه، هنخش على الفيديو نشوف ظهرت ولا لا. تمام يا جماعه، وهي ظهرت كلمه يتضمن اعلانا ترويجيا مدفوعا. تمام، بطريقه سهله جدا وبدون اي مقابل. تمام يا جماعه، وبكده نكون وصلنا لنهايه شرحنا. يا ريت لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لصاحب القناة الغلبان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.